دايما بنجدد التحية على كل مشاهدي شبكة تلفزيون الحياة وبرنامج الحياة في العالمين. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دايما بتدعم المواهب الشابة، وعلشان كده دايما هتلاقوا معظم الحفلات اللي موجودة على معظم المسارح اللي موجودة للمواهب الشابة. كان أول امبارح موجود حفلة على المسرح الروماني كسرت الدنيا، والناس خارجة مبسوطة جدا جدا جدا، وكانت كاملة العدد الحقيقة، وفعلا الجمهور خارج وهو يعني بيردد الأغاني اللي سمعها في الحفلة. عشان كده قلنا النهاردة لازم يكون معانا أبطال هذه الحفلة، ودلوقتي خلوني أرحب على طول بالمطرب الصوت الرائع أحمد يحيى، مطرب كورال جامعة الزقازيق. برحب بيك يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وأحمد علي عازف الأورج بكورال جامعة الزقازيق، برحب بيك يا علي. أهلا بحضرتك. إحساسكم إيه وأنتم موجودين في مهرجان العالمين؟ مهرجان كبير جدا، الشركة المتحدة بتدعمكم وبتتاح لكم الفرصة إن أنتم تعرضوا مواهبكم على مسرح زي المسرح الروماني. والله تجربة جديدة، جديدة جدا من نوعها. فكرة أصلا إن إحنا كنا نطلع العالمين إحنا استغربناها، موضوع جديد علينا جدا، وقعدنا سهرنا كتير عشان نطلع الشغل بتاعنا بكواليتي كويس، لعبنا كتير، ذاكرنا كتير، كل واحد لوحده كان ليه شغلة معينة بيعملها من أول العازفين لغاية المغنيين، مذكرين كلمات الأغاني، لأن الكلمات كانت بتتقسم على بنات وولاد، زائد طبعا الصلاهات كان ليها شغل كبير جدا، والحمد لله ربنا كرمنا اول امبارح. وانت كان ليك اغنيه سولو؟ كان ليا اغنيه النور مكانه في القلوب بتاعت مدحت صالح. ده حقيقة هنسمعها منك طبعا اكيد النهارده. وانت علي حسيت بايه وانت قالوا لك ان انت هتشارك في حفل في مهرجان العالمين الجديد؟ والله هو طبعا هو موضوع مشرف جدا، والفكره برضو ان في اغلبيه الوقت دلوقتي الناس كلها عايزه تيجي هنا وتحضر الفعاليات اللي موجوده هنا، فكانت حاجة حلوة جدا ان احنا جينا وكنا مش مجرد حضرنا الفعاليات، احنا شاركنا في حاجات منها، والحمد لله كان امبارح يعني عملنا عرض كويس، وكان يعني اغلبية الناس اللي كانت قاعدة كانت هناك مبسوطة، والحمد لله كانوا طالعين مظبوطين نوعا ما. بس هي الفكرة كلها ان بجد انا مبسوط، وبس الحمد لله يعني كان هو زي ما احمد قال كل واحد فعلا كان ليه دور، واحنا تعبنا جدا والحمد لله. يعني حسيته بالمسؤولية؟ كانت مسؤولية جدا فعلا، وكان اللي هو خلاص احنا طالعين دلوقتي في مكان لازم نعمل شغل بروفيشنال، لازم يكون كل واحد عارف دوره بيعمل ايه من اول، من كل واحد موجود، من اول الآلة لغاية المغني لغاية اللي بيوزع كل حاجة. وطبعا يعني مش هنسى طبعا دكتور هبة اللي هو المايسترو اللي كان قائد الفريق عندنا، لها يعني دور كبير قوي قوي معانا وتعبت معانا جدا، فاحب اشكرها والحمد لله. طيب دلوقتي بقى طبعا الجمهور يحب يسمع صح، يعني عمال يسمع مننا الحفله كسرت الدنيا والحفله كانت مبهجه جدا، بس حابين يسمعوا حاجه، تحب تبتدي بايه؟ والله اللي حضرتك تحبيه. انا بحب وائل جسار. نبتدي بوائل جسار. خليني ذكرى. خليني ذكرى. يلا. لو عشت بعد يوم بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عن مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشنا، قول ان حبي حب غالي بس هي حياة، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر، خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين، وإن كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين، خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا
تحفة اتنين، وإن كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين. شكرا. ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ صوتك رائع ما شاء الله عليك بجد. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك بجد. والله بجد شكرا. صوت حلو قوي، وانت كمان عزفك رائع. شكرا. أحمد أقول لهم شهرتك إيه؟ أقول لهم أقول الشهرة إيه؟ تتقال بعد إذن. إيه؟ تتقال. تتقال صح؟ تقولها أنت يا أحمد. أحمد أخويا شهرته أحمد صص. ليه بقى أحمد صص؟ هتحكي أنت ولا أحمد يحكي برضو؟ لا ماشي أحكي أنا. طب يلا. في المزيكا في كوردات بتتلعب، ففي كورد معين اسمه كورد نوع صص. يعني هو ميزة الكورد دوت إن هو لو اتلعب لوحده هيبقى صوته وحش، مش هيبقى حلو، بس لو دخل وسط الاغنيه في حتت معينه بيبقى صوته جميل جدا. طب ما تسمعنا حته كده عشان الناس تعرف برده ايه الصص، بس تدخله جوه حاجه. تمام ماشي. يلا. بالمناسبه انا لعبته في الاغنيه اللي فاتت. لعبته في الاغنيه بس ما قلتلناش ده صص. المايك ممكن نحطه بس عشان نسمع ال تمام 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 يا علي او يا صص. يلا. ده بقى الصص. خلاص عرفته. رائع رائع يا احمد. يعني الفكره كلها ان هو بيدي تنشن، ولازم تحط بعديه حاجه تعمل له ريليس شويه، ان هو تفتح الدنيا كده شويه بعديها عشان المايك. خليه يقرب المايك بس. منك. هو الفكره كلها ان هو كورد بيدي تنشن معين، وبعد كده بيجي بعديه كورد معين بيوترك شويه، وبعدين تبقى عايز بقى تريحه شويه. بالظبط صح كده. تمام. احمد انت خريج علوم او بتدرس علوم؟ لسه بدرس كليه. بتدرس علوم. ايه علاقه العلوم بالصوت والغنى؟ الغنى بادئ معايا من ثانوي وانا صغير. كنت جت صدفه ان انا كنت حاطط الهاند فري في ودني وكنت بغني، فكنت بحب انا اسمع ادهم سليمان جدا، فكنت بغني له. واحد صاحبي ماشي جنبي فسمعني، عجبه صوتي جدا، والموضوع ابتدى شويه. وانا في اعدادي كنت بقرا قران في الاذاعه، فهو اتدرج واحده 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 لغايه ما صاحبي سمعني وقال لي طب ما تغني. فجربت ان انا اغني، موضوع بقى اتطور معايا واحده واحده. هو كموهبه وانا بحبها جدا، بقى انا ممكن اطلع فيها خنقتي، فالموضوع قلب ان انا اقدر اعيش من غير غنى؟ ما اظنش. ما تقدرش. فهي الغنى بالنسبه لي حياه. فانا ايه علاقه ده بده؟ حاجه انا بحبها جدا وبديها جدا، رغم ان هي ممكن ما تدينيش، بس انا بديها وعندي امل ان هي ممكن تديني في الاخر. طب انت هتركز بقى في الغنى ولا في العلوم؟ الاثنين. الاثنين. انا بحب ليه ما اعملش اكتر من حاجه وانا قادر ان انا اعملها؟ ما انت بتعمل اكتر من حاجه هنعرفهم دلوقتي بس استنى. هيا احمد قول لي، وانت كمان انت هندسه؟ انا في هندسه. هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. ايه ده علاقه المزيكا بالموضوع؟ ويا ريت لو تحكي لنا بقى القصه بتاعه الكورال بالمره. الموضوع بدا لما انا كنت معدي عادي، كنت ساعتها في اولى ثانوي، معدي من قصاد اوضه الموسيقى اللي بتبقى في المدرسه، فسمعت حد بيعزف اغنيه معينه، فاللي هو لا ثواني، الاغنيه انا سمعتها قبل كده وبتتلعب لايف قصادي، عكس بقى اللي هو متعود ان انا بسمعها. فدخلت من غير حتى ما استاذن المدرسين، رحت جاي داخل ورحت جاي مكلم كان طالب معايا صح، قلت له علمني وريني ازاي بتعملها كده بس. فبدا يقول لي ازاي بتتعزف وبتاع وكده، بدا يفهمني بعض الاساسيات البسيطه. وبعدين فقلت طيب تمام، اذا كان في فريق بقى للمدرسه وبعد كده بنروح، فانا عايز اخش. فروحت قلت للمستر الموسيقى بعد اذنك انا عايز ادخل. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له انا بلعب بيانو. قال لي طب وريني. فانا ساعتها ده انا لسه داخل الاوضه من امبارح ولا حاجه. فقال لي لا بس انت لسه مبتدئ خالص وكده. قلت له ما هو انا مش لسه انا عايز اتعلم. انا عايز اتعلم لسه. قال لي لا احنا دلوقتي اللي محتاجينه ناس بتغني كرار. قلت له ماشي ادخل ومين. اللي هو انا يعني هدوس معاهم يمكن قدام، بما ان انا معاهم على الاقل افهم المزيكا ماشيه ازاي. طبعا انا صوتي وحش جدا. عمل لك هو اختبار صوت اصلا؟ لا هو دخلك كده يعني. الحمد لله هو ما عملش. صوتي وحش جدا بجد يعني. فدخلت دنيتني فتره، دنيتني بتاع مثلا من اولى لثانيه ثانوي كورال بس.
وبعد كده من تاني سنه بدات شويه اتعلم، بدات اجيب الاله نفسها عندي في البيت اتدرب. الموضوع بدا اللي هو اول ما جبت الاله بدا يبقى الموضوع بقى خفيف شويه. ليه؟ لاني بديها وقت في البيت بذاكر، وبعد كده برجع بقى. كان قبل كده مثلا بقى لازم عشان اتدرب اروح اوضه المزيكا وفي مثلا في البريك بتاع. بس هم خلاص كانوا مشوك من الكورال صح؟ كانوا خلاص مشوني الكورال. لقوني بدات، كنت ساعتها كنت دخلت على الاكورديون. الاكورديون نوعا ما يعني ايه شبه الاورج او البيانو، الالات اللي فيها مفاتيح بيضاء وسوداء. لان بس تعرف ان عمار الشريعي الموسيقار العظيم طبعا اكيد عارف له حاجات برضه، ابتدى اكورديون وبعدين راح للبيانو. بالظبط. فلما اتجهت بعد البيانو بقيت نوعا ما بعزف كويس. الكلام ده كان يعتبر في اول سنه دخلت فيها الجامعه. كان في مسابقه بتحدد الناس اللي بيعزفوا على مستوى الجامعه وكده، فدخلت المسابقه والحمد لله كنت يعتبر خدت مركز اول. فمن هنا بقى بدات ان انا ادخل، لان كان واحد يعني من ضمن الحكام اللي كانوا موجودين دكتور هبه، اللي هي رئيسه الكورال دلوقتي المايسترو، فشافتني وخدتني معاها في الكورال يعني بتاع جامعه الزقازيق. نسمع النور مكانه في القلوب. من عيني. حاضر. يلا بينا. تداوي كل
وشي واوعى ما تحلمش. دي نهاية حلوة أصلا للأغنية، إحساسك عالي قوي قوي قوي. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك والله الحقيقة بجد يا أحمد. طب أحمد أنت ليه اخترت الأغنية دي تحديدا تغنيها سولو في الحفلة ولا هم اختاروها لك؟ الأغنية ديت بحسها فيها سنة من الأمل، ده فيها كتير من الأمل كتير. لا هي بالتحديد فيها سنة صغيرة لكل وقعة أو كل وكعة أو كل حد مثلا حصل له تاتش معين في حياته. الاغنيه فيها حبيت تغنيها كرسالة يعني. كتير انت اللي لان اخترتها. المهرجان حاضر فيه شباب كتير. انت اللي اخترتها؟ انا واحمد انا لعبنا الاغنيه دي كذا مره كتير، فانا وهو والدكتوره كمان كانت سمعتها مننا، دكتوره هبه، فهي لما سمعتها مني كتير عجبتها جدا، وعلى فكره كانت عاجباها خليني ذكرى جدا عشان كده انا جيت قلتها برضو. فالدكتوره لما سمعتها قالت لي حلوه وتنفع مع الشباب. الشباب في اللي واقع اليومين دول، في اللي دماغه تايهه، هي لايقه جدا على مهرجان العالمين جديده. جدا وياك ما تحلمش، ده هو مهرجان العالمين جديده، هو حلم اصلا بالظبط وتحقق. ايوه والحمد لله كان اختيار موفق. الحمد لله. انتوا عاملين ميدلي ومحضرين ميدلي حلو قوي. أيوة. رائع. طب ما نسمعه بقى من عينيا. يلا وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك اتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني سيبني اعيش احساس على يلي نفسي في حضنك ارتاح
وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه، وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. شكرا. الله الله شكرا. رائع. ده صابر الرباعي وتامر وحمائي مظبوط كده؟ لا هايلين بجد. شكرا. بجد هايلين. شكرا لحضرتك. هتسمعنا حاجه سولو كده، مزيكا سولو، مزيكا ماشي. محضر حاجه؟ ممكن نسمع سهر الليالي. يلا بينا. تمام. يا احمد شكرا جدا. بتفكرش تالف بعد كده؟ والله يعني عندنا في الجامعه في مسرحيات، بيبقى زي ما في مسابقات مزيكا وكده في مسرحيات. فيعني احنا حاليا دلوقتي يعني ايه مقاطعة ان شاء الله، في مسرحيه تتعمل انا وزميل يعني معين بنحاول نالف لها المزيكا بتاعتها، وبنحاول احنا يعني مسرحيه بتتكلم عن حاجه معينه، حاجه بقى حاجه ماشي. معينه حاجه معينه حاجه ماشي. معينه حاجه معينه فهيبقى ليها مزيكا معينه اكيد. طالما حاجه معينه يبقى ليها مزيكا معينه. لا هي مسرحيه، فالفكره كلها ان المسرحيه بتبقى المزيكا بتبقى مره كئيبه مره حزينه مره مفرحه، فالفكره كلها ان انا بحاول التلحين اللي هو ايه، حاول انوع بين ده. فبس كانت دي تجربه اولى الصراحه. ممكن تطلع وحشه ممكن تطلع حلوه. لا ان شاء الله تطلع حلوه باذن الله، وتبقى بيت خير يعني عليك، وتبقى مؤلف موسيقي عظيم بعد يعني كده ان شاء الله باذن الله. وبحبك وحشتيني بقى. مو بحبك وحشتيني. يلا بحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، لو انت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعينه الصوت، وكأن الوقت في بعضك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدت.
حبك موت. بعدين واحنا موجودين في العالمين هنا تحس ان انت بتحبها موت اكتر صح؟ زاد حبك الموت. هي العالمين تستاهل الحب كله بصراحة يعني. صح هي تحس ان انت حبيتها قوي يعني. فكرش يا احمد تعمل اغاني لنفسك؟ فكرت كتير بس بصراحة الظروف ما حكمتش بسبب ضغط الوقت. انا دايما مضغوط دايما. ليه بقى عشان بتعمل ايه؟ قول لنا بقى العشر حاجات العشر تلاف حاجة اللي انت بتعمل. انا الحمد لله يعني مهتم بدراستي وتقديراتي كويسة في الكلية. دراستي انا هتخرج ابقى دكتور تحاليل، فانا في الاجازة بنزل اشتغل في معمل. ايام الدراسة انا شغال مدرس كيمياء، فانا بنزل مدرس كيمياء ثانويه عام. الحمد لله الشباب لسه مفرحاني بالمجاميع بتاعتهم الحمد لله، والدنيا كانت جميله. تبقى فرحان بيهم طبعا. اكيد طبعا مبسوط جدا، ده فرحه ما حدش يتخيلها بصراحه يعني. انا ما جربتهاش قبل كده، جربتها مع نفسي. ما رحت قلت للمدرسين بتوعي انا الحمد لله ربنا كرمني، لما سمعتها بسطتني اكتر. تحس انت الناس بتستفيد من علمك فبيبسطك. جدا انا وصلت حاجه، والحاجه اللي انا عملتها دي ما ضاعتش على الفاضي، بل حقق بيها حلم وكان نفسه حققه. ايا يعني كان بقى اللي دخل طب دخل هندسه، فدي حاجه كبيره جدا. انا كمان عندي هوايه التمثيل والحمد لله اشتغلنا كذا عرض، ابرزهم كان اخراج استاذ محمود الرفاعي، كان في ابداع مراكز الشباب، خدنا فيه مركز اول جمهوريه العرض كامل، وكان معانا ممثل اول وممثل تاني وممثله ثالثه، والمخرج طبعا كان مخرج اول. برافو. وكان في عرض ثاني اخراج استاذ طارق الشحات، كان اسمه تراتيل على الحدود، كان بيتكلم عن الارهاب واللي بيحصل والجيش والكلام ده. خدت انا الحمد لله جايزه تمثيل فيه، وبرده ربنا كرمنا بمركز اول جمهوريه. تمام. في ايه تاني؟ والغنى. الغنى كده اخر حاجه. هتعمل كاستنج بقى، تبتدي بقى وتبتدي بقى تشوف شكل احترافي اكتر للتمثيل مش كده؟ ايوه ان شاء الله، واحده واحده. انا كده كده بعد ما تخلص الجامعه يعني. انا كنت التمثيل خلاني اذاكر بادي لانجويج شويه، ف أكيد. انا ذاكرت حاجات كتير اللي لها علاقه بالكلام كتير. ده زائد الغنى برضو. الغنى برضو هوايه، درست مقامات وحاجات من دي. طب بص الوقت معانا مش كتير، عايز اسمع خلاص اغاني اكتر حاجه ممكنه يعني. نسمع الاول ما وحشتكيش مثلا من تامر حسني. يلا. شكل المكان زي مكان، ما تغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمري قلبي في يوم هيحس بوحدة تانية غيرك. معقول أكون ما وحشتكيش من يوم بعدنا مش بعيش، رغم الفراق ما فارقتني خلاص وقف الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضل منك ذكريات ذكريات. حياتي مش تمام وراها على طول. حياتي مش تمام. رامي صبري. بروح كتير اماكن واشوفني
ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص معرفك وكل اللي عارفك وما بقاش في منا سلام أو كلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الألم. قطعت خلاص معرفك وكل اللي عارفك وما بقاش في منا سلام أو كلام. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. حقيقة عظمة بجد، احنا استمتعنا جدا جدا بيكم الحقيقة النهاردة، وربنا يوفقكم ويحقق لكم كل أمنياتكم وتسعدونا دايما بفنكم يا رب. بشكر أحمد يحيى. شكرا لحضرتك جدا. بشكر أحمد علي. شكرا جدا. وبشكركم مشاهدينا ودايما مستمرين معانا والحياة في العالمين.